عملنا لها غسيل معدة وحطينا لها هلا سيروم، كم يوم ان شاء الله بترجع لوضعها الطبيعي. الادويه اللي اخذتها ممكن يعملوا لها مشاكل لقدام؟ بالنسبه لها هذا الشيء بستبعده، بس بالنسبه للجنين في احتمال يصير اعاقه او تشوه. عموما انتم استمروا بالفحوصات وبتمنى مع الوقت جسمها يتخلص من هالسموم. كثير منتشكرك دكتور، عزبناك، بس يعني امتى بنقدر نخرجها من المشفى؟ فيك هلا تخلص معامله الخروج وتاخذها، معافاه ان شاء الله. الله يعافيك. هيك يا بنتي كان بدك تموتي حالك وتتركي امك لحالها بهالدنيا؟ بدك تتركيني مثل ابوك؟ روقي، ما بتقولي امي ما بتقدر على فراقي؟ انا برجيكي بس نوصل على البيت بصير خير. مو وقت هالحكي شبيك. وقت شو لكم بالله؟ والله يا بنتي قلبي رح يحترق وانا شايفتها هيك مثل الاموات. شو جاب سيرة الموت هلا؟ ما فيها شيء الحمد لله، اهدي شوي. الحمد لله. شو عم تساوي هي هون؟ ما بيكفيني كل اللي تبهدلت قدامهم؟ شو اللي جابها لهون؟ ما في شي تخجلي منه زينة، يعني يلي لازم يخجل من حاله ومن اللي صار هو ماجد. خلصنا، بدك تزيديها على قلبها ناقصها يعني؟ اصحي كسيرة تلواتي تسكريها قدامي. بيسان خانو بسيطة، رح استنى برا ماشي، وأنا رح أنهي أمور الحساب وراء الخروج. جهزوا حالكم لوصلكم على البيت.